بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كيف أحصل في كل ليلة ما يساوي أو مقدار أو يساوي الدنيا كلها، الكرة الأرضية كلها بما عليها بما فيها من ضياع وأموال وكنوز وذهب 1200 مرة، ويكتب عند الله سبحانه وتعالى من المقنطرين بسنة يسيرة جدا، بسنة يسيرة جدا جدا تستطيع أن تحصل في ميزان يوم القيامة ما يساوي الكرة الأرضية كلها 1200 مرة، تكتب من المقنطرين. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. هذا حديث صحيح. في حديث ثاني أقل شوية في الصحة ب500 آية، وفي حديث آخر من قام ب300 آية كتب له قنطار من الأجر. طيب سيدنا معاذ بن جبل سأل رسول الله في الحديث الصحيح، قال: رسول الله، وما القنطار؟ قال: القنطار 1200 أقية، الأقية خير مما طلعت عليه الشمس، الأقية الواحدة خير مما طلعت عليه الشمس. يضرب 1200 فيما طلعت عليه الشمس، يعني الكرة الأرضية كلها، يبقى 1200 مرة قد الكرة الأرضية كلها، أكتر من أفضل من 1200 مرة قد الكرة الأرضية كلها بسنة. طب إزاي؟ إحنا هناخد نبدأ بأقل حاجة. أنا كنت بقول للناس 500 آية، لكن ممكن نبدأ ب300 آية. ابدأ ب300 آية. طب إزاي أنا أصلي ب300 آية بطريقة يسيرة جدا؟ الصلاة مش هتاخد مني 8 دقايق أو 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط. أقرأ قل هو الله أحد 90 مرة وأنا بصلي، أقرأ قل هو الله أحد 90 مرة. الصلاة سهلة جدا، وبعض الناس سمعوها وتعلموها فعلوها وكانوا فاكرينها صعبة، لقوها في منتهى اليسر والسهل. وواحد قال لي اقسم بالله، قال لي انا جربتها ولقيتها سهله، وربنا فتح علي، لان هو عنده صدق. شوف بقى، لما تقرا قل هو الله احد 90 مره هتقرا ازاي؟ هتصلي في الركعه الاولى، تصلي مثلا 4 ركعات بعد صلاه العشاء، تقرا الفاتحه، وبعدين تقرا قل هو الله احد 60 مره او 50 مره، وبعدين تيجي في الركعه الثانيه تقرا الفاتحه وتقرا قل هو الله احد 40 مره او 30 مره على عقل الاصابع وانت بتصلي هكذا. خلاص الفاتحه تبتدي بقى قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ويكن له كفوا احد، قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ويكن له كفوا احد، قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ويكن له كفوا، قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ويكن، هكذا مخك عقلك مع عقل الاصابع لغايه ما تخلص 60 مره في الرقعه الاولى، 30 مره في الرقعه الثانيه، او 50 مره او 40 مره زي ما انت عايز كده، تقريت 90 مره. لو ربنا بيديك القوه تقرا 120 مره، يبقى انت كده هتحصل 500 ايه في اليوم في الليله. مش قادر ابدا، يبقى قل هو الله احد 90 مره، قل هو الله احد فيها 4 ايات. لو انت قراتها 90 مره قريت، يبقى انت قريت 360 ايه، ده غير الفتحه 4 مرات، يبقى قرات ما يقرب من 400 ايه. المهم ان انت تعدي ال 300 ايه. طب ايه المراقبه العظيمه اللي حصل؟ الصلاه دي مش هتاخد منك 10 دقائق واحسبها، يعني 10 دقائق الركعه الاولى مثلا هتقرا قل الله احد 60 مره، الرقعه الثانيه 30 مره. ايه المراقبه العظيمه اللي انا هحصل؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، وهذا جائز جدا، ان الانسان يقرا السوره اكثر من مره، خصوصا قل الله احد، فضيل عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، الحديث صحيح صححه الالباني وكثير من العلماء، من قرا قل الله احد 10 مرات حتى يختمها بنى الله له قصرا في الجنه، ومن قراها 20 مره بنى الله له قصرين، ومن قراها 30 مره بنى الله له 3 قصور. شوف سيدنا عمر قال ايه؟ قال: اذا نكسر يا رسول الله، قال: الله اكثر واطيب. يبقى انت هتقرا قل هو الله احد بالطريقه اللي كنت حاطط عليها دي 90 مره، تقسمها في ركعتين. ايه المراقبه العظيمه اللي هتحصلها؟ اولا هتاخذ قنطار من الاجر، لانك انت قريت اكثر من 300 ايه اهو، ما يقرب 100 ايه. بقى هتاخد ما يساوي الكره الارضيه كلها 1200 مره في الميزان يوم القيامه. القنطار الشيء الذي لا يحصى. بعض العلماء قال القنطار، عشان كده ربنا بيقول في سوره النساء: وان اتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، اتاخذونه بهتانا واثما مبينا، وكيف تاخذونه قد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا. اللي هو بيرمز للمهر، اللي هو ايه؟ ملوش زي. فالقنطار، حتى السيده واحده من النساء حاجت سيدنا عمر بن الخطاب وهو على المنبر عندما اراد ان يقنن المهر، فقالت له: ازاي مالكش لك ان انت تقنن المهر؟ كل واحد يدفع زي ما هو عايز، الم تسمع قول الله سبحانه وتعالى؟ فسيدنا عمر بن الخطاب لما سمع
حجة هذه المرأة جلس وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر. لأن القنطار بيضرب به مثلا عند العرب بالشيء الذي لا يحصى. عشان كده بعض العلماء قال لو أنت مليت الكرة الأرضية كلها من السماء للأرض حسنات ما بلغتش القنطار. الخير العظيم. لكن القنطار الرسول صلى الله عليه وسلم وضحه في الحديث 1200 مرة، 1200 أقية، الأقية خير مما طلعت عليه الشمس. يعني تاخد أجر الكرة الأرضية كلها. شوف أنت هتعمل إيه المواقف العظيمة وهتاخد المناقب دي في 10 دقايق. يبقى أول شيء هتكتب من المقنطرين يعني هتاخد قد الكرة الأرضية كلها 1200 مرة. الحاجة الثانية هتبني 9 قصور عظيمة جدا في الجنة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قول الله 10 مرات يبقى أنت قريتها 90 مرة، هتبقى تبني 9 قصور. القصر الواحد مساحته ما تقلش عن 25 مليون أو 30 مليون كيلومتر، يعني حوالي هتزود مساحة في الجنة حوالي 300 مليون كيلومتر، يعني هتقدم مساحة جمهورية مصر العربية 300 مرة. شوف الصواب العظيم. يبقى انت اذا بنقول كده بالبلدي انا اسف ضربنا عصفورين بحجر. كتبت من المقنطرين في هذه الليله خدت مساوي الكره دي وهزود مراسي في الجنه مراسا عظيمه وبنيت 9 اصول. طب الاصول دي فاضيه؟ الاصول دي مش فاضيه. شوف سيدنا عمر بن الخطاب كان يخطب على المنبر في الحديث الصحيح قال او تدرون ما جنات عدن؟ قال قصر به 10,000 باب على كل باب 25,000 امراه. يبقى هتحصل قد ايه من الحور العين؟ على كل باب 25,000 امراه. قصر فيه 15,000 باب، وفي روايه اخرى ايضا صحيحه قصر به 500 باب على كل باب 5,000 امراه. الرسول صلى الله عليه في الحديث القصر قصر النبي والشهيد به 5,000 غرفه. لو قلنا بحساب بعمليه حسابيه بسيطه الخيمه في الجنه 60 ميلا في 60 ميلا يعني 3,600 ميل، يعني 5,000 كيلو. اضرب 5,000 في 5 في 5 في 5,000 كيلو متر في 5,000 غرفه، يعني عملوا 25 مليون كيلو متر او 30 مليون، يعني قد مساحه جمهوريه مصر العربيه 30 مره. يبقى انت هتدخر في ميراثك في الجنه يوم القيامه في هذه الليله بهذه الصلاه المباركه ما يساوي 300 مره. قد مساحه جمهوريه مصر العربيه 300 مره في الميزان في المساحه. زودت ميراثك في الجنه ما يساوي جمهوريه مصر العربيه 300 مره على الاقل. هتزود ميراثك من الحور العين عشرات او مئات الالوف. لسه بنقول دلوقتي الحديث بتاع سيدنا عمر بن الخطاب قصر به 10,000 باب على كل باب 25,000. يعني انت ما بتبني قصر كل اوضه كل غرفه بيبقى فيها واحده او اثنين او اكثر. زودت مراسك من حور العين لو واحده منهم نزلت الى الارض لا طمس نورها نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم. يعني الشمس تختفي لو واحده من حور العين نزلت الى الارض صباحا كما تخفي الشمس نور النجوم. شوف بقى منزله عظيمه. المنقبه الثالثه هتحصل عدد لا يعلمه الا الله من الولدان المخلدين. القصر في الجنة فيه من 10,000 إلى 70,000 من الودان المخلدين. تبنيت 9 قصور اضرب 9 في 70 يعني 600 9 في 70 640 1000 640,000 خالد. شوف 630,000 خالد. 9 في 7 70 في 9 يبقى 630,000 خالد من الولدان المخلدين اللي